احنا هنعرضه لحضراتكم ونرد على اسئلتك واستفساراتك ونوجه الرسائل بتاعتك كلها للنادي الاهلي. خلينا نبتدي ونشوف اول فيديو معانا النهارده. يلا بينا. مساء الخير، انا حازم من مشجعي الاهلي. انا كنت اسال موضوع الاصابات ايه في اللعيبه، وهل هيجيبوا حد فعلا من بره دكتور غير اللي موجود ولا لا؟ اتمنى ترد علينا. شكرا. وضح لي السؤال عشان ما سمعتوش. معلش، ايه السؤال؟ تعيد الفيديو تاني. طب هدوه لي تاني، سيبوني اسمع بس. عازم من مشجعي الاهلي، انا كنت بس حابب اسال موضوع الاصابات ايه في اللعيبه، وهل هيجيبوا حد فعلا من بره دكتور غير اللي موجود ولا لا؟ اتمنى ترد علينا. شكرا. هو بيتكلم عن الاصابات، وعايز اتكلم معاكم بصراحه في الملف ده. ممكن البعض يكون بينتقد مثلا طبيب النادي الاهلي دكتور خالد محمود، لكن في جزء من الانتقاد ده ساعات بيبقى غير منطقي. كلنا بنتساءل اشمعنى النادي الاهلي اللي عنده اصابات كتير، اشمعنى النادي الاهلي اللي دايما بنلاقي لعيبه مهمه عندهم اصابات وبعيد عن الفرقه وكلام من ده. لكن الواقع حضرتك ولكل الناس ان الطبيب دوره التشخيص ممتاز وبيبقى سليم جدا من الدكتور خالد محمود طبيب النادي الاهلي. وفي نفس الوقت فكر معايا، السنه اللي فاتت الفرق ما بين اصابات السنه اللي فاتت والسنه دي، هل الكم اللي كان موجود السنه اللي فاتت موجود دلوقتي؟ لا، مش موجود. هل معنى كلامي ان ما فيش تفكير في الملف ده تحديدا؟ لا، في دراسه بتحصل الملف ده من قبل مسؤولين النادي الاهلي. لكن لازم تفرق ما بين طول الاصابه وما بين التشخيص. التشخيص ده بتاع الدكتور، هو عليه انه يشخص. العلاج احنا بنشوف مثلا في بعض بيتعالج بره، البعض بيتعالج هنا، الكلام من ده. الملفات دي محل دراسه. في جزئيه مهمه كمان عايز اتكلم فيها بخصوص الاصابات العضليه. في الحقيقه احنا السنه اللي فاتت كان عندنا اصابات عضليه كبيره جدا جدا، كتيره. وصلنا لفتره من فترات 13 14 15 لعيب في وقت واحد كان عنده اصابات عضليه او عندهم اصابات عضليه. السنه دي كان عندك الاصابه العضليه اللي نفتكرها يعني قريب، هي بتاعت رمضان صبحي. فيما عدا ذلك اصابات كلها كانت طويله الامد. يعني مثلا عندك محمد محمود رباط صليبي، دي اصابات بقى اللي هي ايه، قدريه، او اللي انت ممكن تكون يعني هتعمل فيها ايه، مفيش حل تاني. يعني رباط صليبي محمد محمود، غضروف حمدي فتحي، واتر اكيلس سعد سمير، دي اصابات طويله ما فيهاش حل. لكن الاصابات العضليه كانت قليله جدا السنه دي، ودي حقيقه فعلا. هي اصابه رمضان صبحي كانت اصابه عضليه، فيما عدا ذلك ما اعتقدش ان كان في اصابات عضليه اخرى. لو بيبقى في مثلا شد في السمان عند اللعيب بتاعه بيبقى اجهاد، بيقعد كام يوم وبيرجع عادي جدا يعني. لكن الملف خليني اقول لحضراتكم ان هو يعني بيتم دراسته بشكل كبير جدا من مسؤول النادي الاهلي، ده امر طبيعي. وانا بحب دايما اتكلم مع حضراتكم واقول لحضراتكم الحقيقه ايه بالظبط. الفيديو الثاني يلا بينا. السلام عليكم، انا احمد مشجع النادي الاهلي. كنت عايز اسال بس اداره الاهلي في موضوع حسام عاشور، ليه ما تجددش معاه سنه زي ما اداره يوفنتوس الايطالي عملت مع بوفون كتكريم ليه؟ يعني هو قاعد الفتره اللي فاتت، بس تكريم لتاريخه اللي اداه للنادي الاهلي يعني كان يستحق كده. شكرا. طيب بالمناسبه انا عايز افكرك ان بوفون موضوع مش موضوع تكريم. يعني بوفون لما انت ممكن تكون ناسي ان بوفون من سنتين جاله عرض من باريس سان جيرمان وهم ما كانوش هيعتمدوا عليه بشكل اساسي، حاله مشابهه شويه لحاله شريف اكرامي، طلب ان هو يمشي، راح باريس سان جيرمان سنه ما الدنيا ما مشيتش معاه هناك، فرجع على يوفي ما بيلعبش بشكل اساسي مع يوفنتوس، ممكن يكون بيلعب في الكاس مثلا بس. فدي حاله مختلفه شويه عن حاله حسام عاشور. حسام عاشور لعيب من اللعيبه المهمه جدا واللي عندهم تاريخ كبير قوي 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 مع النادي الاهلي، واللي صعب حد يقدر يجيب عدد البطولات اللي جابها حسام عاشور، ده امر مفروغ منه. لكن في نفس الوقت سيستم النادي الاهلي معروف، انت دايما عندك مدير فني، المدير الفني هو اللي بيقدر يتحكم في الفريق، هو اللي يقدر يشوف احتياجاته، اللعيبه اللي عايزها الفتره الجايه هيعتمد عليها، اللعيبه اللي مش هيعتمد عليها. فبالتالي من هنا جه قرار ممكن الرغبه تكون مختلفه عند المسؤولين، يا ريت حسام عاشور يكمل وبتاع، لكن السيستم هو اللي بيحكمني. السيستم بيتمثل في ايه؟ بيتمثل في ان انا مدي كل الصلاحيات للمدير الفني عشان انا بحاسبه في الاخر. ما ينفعش ان انا احاول اضغط عليه في حاجه معينه واجي احاسبه لو لا قدر الله اخفق في حاجه واقول له انت غلطان، هيقول لي طب انت اصريت ان مثلا حد يبقى بغض النظر عن حسام عاشور لو موجود اضافه طبعا عشان برده كان ما يتاخدش باتجاه تاني يعني. لكن في نفس الوقت انت لازم تلتزم او لازم تدعم المدير الفني في قراراته، مفيش مشكله خالص، ممكن تناقشه بس في الاخر يا يقتنع او ما يقتنعش. الراجل شايف ان حسام عاشور مش هيكون مناسب بالنسبه له السنه اللي جايه، فبالتالي جه من هنا القرار يعني. بس
لكن احنا شويه بناخد المواضيع بجانب عاطفي، وكلنا كده بنتعاطف طبعا لما يكون لعيب زي حسام عاشور، لكن في نفس الوقت هو ده عصر الاحتراف يعني للاسف، وهي دي سنه الحياه، واكيد نتمنى كل التوفيق لحسام عاشور في اي قرار هياخده خلال الفتره اللي جايه. معانا اسئله ثانيه يا جماعه؟ يلا بينا. يلا عندي سؤالين بس كده لمجلس اداره النادي الاهلي. اول حاجه احمد فتحي، الموضوع يا جماعه احمد فتحي هيجدد ولا مش هيجدد؟ اتعرض عليه مبلغ وهو رافض، الكلام ده صحيح ولا لا؟ تاني حاجه صالح جمعه، صالح جمعه هيفضل متجمد لغايه امتى؟ يعني هيلعب مش هيلعب؟ هيطلع اعاره؟ صحيح الكلام اللي هو بيقول انه هيروح الزمالك، الكلام ده صح ولا كل دي اشاعات؟ فاحنا عايزين بس حد يجاوبنا على المواضيع ديت، وربنا يكرم ان شاء الله كده الفريق في افريقيا والسنه دي بتاعتنا ان شاء الله. طيب هو سؤالين، سؤال بخصوص احمد فتحي وتجديد عقده، اتكلمنا في الموضوع ده، ان شاء الله هيبقى في جلسه قريب ما بين اللاعب وما بين المسؤولين في النادي، ويعني احنا امبارح طمنا جمهور النادي الاهلي وبنطمنهم تاني النهارده النسبه الكبيره جدا جدا ان احمد فتحي هيكون متواجد في الفريق، وممكن يكون العقد سنتين بنسبه كبيره، بس التفاصيل انا ما اقدرش اتكلم فيها، او التفاصيل دي متروكه للمسؤولين عن هذا الملف في النادي الاهلي، لكن كان في جلسه المفروض تبقى امبارح اللي هو يوم الاحد، امبارح كان الاحد صح، ويوم الخميس، الجلسه اتاجلت لاسباب مختلفه منها اغلاق مقرات النادي، ومنها ان احمد فتحي اصلا مسافر مع اسرته وبيقضي اجازته يعني في احدى المحافظات الاخرى او في العين السخنه تحديدا يعني. لكن الموضوع بسيط وان شاء الله هو موضوع وقت، ده فيما يتعلق باحمد فتحي. فيما يتعلق بصالح جمعه، صالح جمعه قرار متاخد من مستر فايلر واعلن عنه في مؤتمر الصحفيه بعد مباراه من المباريات، وقال ان صالح جمعه خارج حساباته تمام، ده مدير فني هو وجهه نظره كده، شايف ان اللاعب مش هيضيف له، او اللاعب ممكن يكون بيفتقد لعنصر من العناصر المهمه جدا، هو عنصر التركيز مع الفريق والتركيز في الجانب الفني والبدني الخاص بيه، فقال لك لا هو مش مساعدني على كده، فانا مش محتاجه الفتره اللي جايه يعني. لكن في نفس الوقت حته بقى ان هو هيعمل ايه الفتره الجايه، الاقرب انه هيطلع اعاره موضوع الزمالك، هو ما ينفعش يروح الزمالك لان انت كده كده في عقد سنتين ما بين الاهلي وصالح جمعه، اعتقد سنتين او سنتين ونص من دلوقتي لسه ممتد عقده مع النادي الاهلي، ده فيما يتعلق بصالح جمعه. لكن المؤكد ان هو خارج حسابات الفريق للاسف الشديد، وده وجهه نظر المدير الفني للاسف الشديد عشان موهبه صالح يعني، لكن اللاعب الرك عليه هو يقدر يرجع نفسه وكلام من ده، فده قرار مدير فني اكيد يحترم ويقدر بشكل كامل يعني. دي كانت بعض الفيديوهات وتساؤلات جمهور النادي الاهلي من خلال هاشتاج اسال كلام في الميديا، حاولوا تبعتوا لنا، احنا فيديوهات اكتر من كده بس مش عارفين نعرضها ليه، لان حضراتكم في البعض بيعمل لايف، بيعمل السؤال بتاعه لايف، لا احنا عايزينه فيديو يعني، سجل فيديو وابعت الفيديو على الهاشتاج واحنا هنعرضه والله لحضرتك، ونرد على اي حاجه في ذهنك او اي رساله عايز تقولها لاي حد قولها، مفيش مشكله، من خلال هاشتاج اسال كلام في الميديا هذه الفقره الجديده في برنامج بتاعنا. طيب هنروح لفصل، بعد الفصل ينضم لنا الاستاذ احمد عبد الجواد الناقد الرياضي بجريده الكره والملاعب، ونتكلم معاه في مختلف الملفات. استنوا